قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن ينذر جميع الخلق. قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فهذا لعموم البشر. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وأطلق، فيكون هذا إنذارا مطلقا. فقام عليه الصلاة والسلام لإنذار من هو قريب منه، والقرب يختلف. فدعا خديجة وأبا بكر وعلي بن أبي طالب ممن هو قريب منه، ثم أمر بأن يذيع هذا الإنذار على الملأ من قريش. فأنزل جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقوله تعالى: وأنذر، الإنذار هو الإعلام، لكنه إعلام محفوف بتخويف. الإنذار هو الإعلام مع التخويف والتحذير.